يا مساء الورد، يا صباح الفل والياسمين، اذا كنتم بتشوفونا الصبح او بالليل. معانا النهارده الخضار المشوي، اجمل حاجه صحيه ولذيذه وطعمها جميل جدا وما بتاخدش وقت وسهله جدا جدا بامانه. برغيف بقى عيش بالشوفان كده هنعمله مع بعض بامر الله في حلقه من الحلقات اللي جايين. بينا نشوف الخضار المشوي عملناه ازاي. بصوا بقى، انا معايا والله العظيم انا ما كنت ده، معايا روزميري فريش وزعتر فريش، ولكن انا حطاهم في الديب فريزر. بصوا بقى، انا كنت ناويه عايزه اعمل شويه خضار، انا ما كنتش ناويه اعمل خضار الحقيقه، قلت اما اقوم اشوف ايه اللي في التلاجة بامانه. رحت جايبه الخضار مع الكوسه والبطاطس والطماطم والبتنجان بقى والفلفل، اي فلفل بقى عندك تمام، وبصل، ومعايا زيت زيتون. بنزل بقى بالروزميري بالزعتر زي ما حضراتكم شايفين، والروزميري كمان على زيت الزيتون، ورشه من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، ورشه من الكمون. تمام كده خلصنا. نروح بقى ندي رشه كده للخضار بتاعنا. معايا كمان مشروم كان باقي عندي، والله فتحت التلاجه لقيته كمان، رحت مخرجه وقلت بالمره. معانا الجريل على النار او طاسه تيفال او اي حاجه حضرتك حابه تشوي فيها تمام، ولكن ما يكونش حاجه بتلزق. تمام كده. طبعا زيت الزيتون بتاعنا هنعمل كده الجريل كده بالفرشة تمام، وبعد كده هننزل بالخضار بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام كده. اي خضار عندك حابة انك تعمليه بنفس الطريقة سهل، ما بياخدش بالظبط ربع ساعة منك تحضير. تمام، بردك نفس النظام، بعمل بزيت الزيتون بالفرشة على شوية فلفل اسود وشوية ملح، وما فيش بالظبط 3-4 دقايق. ممكن كمان تعملي في من غير ما تغطي يعني الجريل او الطاسه. تمام كده. بتعملي بتقلبي بسرعه، ما بياخدش 5 دقايق او 10 دقايق بالظبط على النار. تمام كده. وكمان الخضار المشوي سهل وصحي، وكمان مفهوش زيوت كتير، وطعمه بامانه حلو قوي قوي. مع تكه كده في الاخر هقول لكم بنعمل ايه. تمام، حطينا كل الخضار بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، كمان البطاطس والطماطم. تمام كده، خلصنا كل الخضار بتاعنا. في الاخر هنعمل ايه بقى؟ انا معايا هنا باربيكيو صوص، بروح حاطه شويه كده في الجريل او في الطاسه بتاعتي، واروح مديها تقليبه، وبعد كده انزل بيها على الجريل بتاعنا. يا اما تاكليه كده بدون اي حاجه، هو كده كده متملح بالفلفل الاسود والكمون والملح، او تحط عليه الباربيكيو صوص. صراحه انا ببقى اكتر باربيكيو صوص. تمام، كلي بقى احلى خضار مشوي بالجريل او بالطاسه مع رغيف عيش من الشوفان اللي احنا عاملينه ده، وهنزله لحضراتكم بعد كده بامر الله. واتمنى يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم. من فضلكم لو عجبتكم الحلقه ما تنسونيش باللايك وشير. دمتم في رعايه الله وحفظه.